شو اسمك انت خويا؟ حافظ، حافظ مستوري. حافظ مستوري، فين تخدم خويا؟ نخدم ممرض في قسم المعهد الوطني لامراض العصا. باهي خويا احكي شنو صار معك اليوم؟ خارج كملت من الصاله، خارج واقف في الانترسيكسيون في سان دو سبور. الانترسيكسيون شارع غانم محمد الخامس. ديجا انا ما هربت، ديجا يعني حصلت تشديد خاطر يعني ما عنديش لي روبير في مخي، فهمت كيف؟ ما نعرفش وينهم هما، وين الغاز، وين كذا. يجوني زوز يجريو من تالي، تجي الباقة تحبس جنبي ويعرضوا لي الاخرين يحصروني. حبيت نهرب، ما نكذبش عليك، بالخوف حبيتش نطلع حيط هكا، يدي تحلت فهمني، ويشدوني. قربت تسعة من الناس بالكاغول والعصي والمطراك امريكان، صدقني بالله الكريم تسمع فيا يا اليهود اللي يعملوه في الفلسطينيين. ساعة غير ربع وانا معاهم نتفارعوا، فهمت كيفاه؟ ما سايبوني، ما دخت، سايبوني بالمشطة، فهمت كيفاه؟ هذوما ما همش عب، والله العظيم حيوانات، صدقني لهم عباد، لا فيهم جرام إنسانية. وانت كنت انت كنت والله لا عندي، والله لاني مشارك في المظاهره وعندي بشهاده هاوكا في الصاله. يعطيني الوقت وقتاش خرجت؟ 11:30 كملت من الصاله، هاو نجيبو غدو يعني، كملت لونترينمون ومروح على روحي، ديجا نسكن غادي يعني. فهمت كيف؟ شدوني، دمدموني. هذه حقوق الانسان وهذه الديمقراطيه. حاجه نحب نوصلها للعريض بربي، راهي الزواوله هذه هي، راك شديت الكرسي هذاك بالعباد للضربه كيما هكا، فهمت كيف؟ هذه خلي يعرفها هو العريض. اي خويا احكي لنا كيفاش، شنو صار معك بالضبط؟ قلت لي خلطت عليك كرهبه، حبت تضرب. اي حبوا يضربوني، يجري ورايا، ما خلطت انا الماده، حصروني ثلاثه من قدام وثلاثه من تالي، فهمني؟ دخلوني للكامبي وركحوا فيا، يكون تسعه تنحسب فيهم تسعه، تفهم فيا؟ بالمطراق هكا العصا كبرها، فهمني؟ بالبورتكانات حسيوا ساعه غير ربع وانا نتفارع معاه، ما سايبوني، ما دخت، فبالرسمي دخت كريمون. ديجا انا نخدم في النورو بكري، مشيت لهم غادي، جابوني على كروسه هون. ما اجريسيف ولا ريت، صدقني اليهود كان جاء يهودي يكون تشحته يقص عليك يرفيك. هذوما ماهمش، هذوما عباد متخدره، عباد متخدره، حتى في مخك كان الضرب هذه كله مكعبه. دخلوني، تصور انت انسان واحد برك لا حول ولا قوه ليه ما بين تسعه من الناس، وصدقني يوم سياسه بن علي قبل، بالعكس والحاكم يدخل فيه ما يحبش النيفو نتاعو باهي، يحبوا سيزيام اني سيكوندير، جاهل ما يفهم حتى شيء، حتى امور انسانيه ما يحبش واحد انساني هكا في مخه متثقف. الكل صدقني كلو شارات، الكل مش حاكم.